أهلا بكم. قام اليوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله ثراه.